Bir gün Hazreti Aişe kalkan çadırttı. Kahin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kapat uçağı. Bir kapan sefasyan ka arz adeti mırriyaş adeti bir kapan yani maske gayedet çekü adet zörtü gülleşen ve kalan turduran kreti şadbaen hac kret elkiben çarptı lakin masufal هذا مسك من شعبه كتو كان يفايدة تش لكي كافان مسك من شعبه كافان مسك من طواف من شعبه مارغشتي قروية كي نكاش باتش عطوني يباتش كي قروية كي نكاش باتش الجائز ما هي الجامية ولو ما جامعه زوت الجنشان وكعبه مشرفه الجائز ما هي لكن لك الجائز نبع طواف سيكوش لك الجائز مفال فت هذا تعيشه نكبى طواف كون نكبى طواف لما كانت عبر نكبى عمرة الحج فمن تمتع